احنا جينا 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 الليله احنا جينا 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 الليله احنا جينا 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 الليله احنا جينا 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 كان فايد لي خدارك وكان فتحت بابك تلقانا في الشوارع الحله والمزارع في اي مكان نجا لك ونحكي عن مشاكلك في اي مكان نجا لك ونحكي عن مشاكلك قريه والمدينه في مدني او في حلفه في بورسودان وشندي كدقلي والابيض نيالة والجنينة وعبر الحنينة الليلة نحن جينا 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 الليلة نحن جينا 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 الليلة نحن جينا جينا الليلة نحن جينا بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن في قناة الشروق برنامج مسرح في الهواء. نرحب بكم الإخوة الأفاضل والأخوات وأرجو أنكم تشاركونا. حنقدم حاجة صغيرة إذا حسين أنكم دارين تشاركوا فشاركوا طوالي، إذا ما حسين دارين تشاركوا في نفس اللحظة ممكن بعد ما ينتهي العمل نشوف وجهة نظركم شنو. كتر خيركم، بارك الله فيكم، نشوف هذا الشغل اللي دارين نعمل. لما انت تخش في الموضوع خش في الموضوع طوالي. ما كلمتك قلت لك حضر لك ورقه واقول لك حاجه، كراس كبير دفتر كبير. الناس كلهم في المناسبات لما يكون جايين عرس يعملوا دفتر كبير، يعملوا كل الحاجات اللي دايرينها يسجلوها في الدفتر ده عشان ما ينسوا حاجه. ده عرس بيت؟ عرس بيت انا احضر له دفتر؟ ايوه، عشان ما تنسى حاجه، عشان ما تتلوم، عشان تنسدر. الستره واجبه. هاي الستره واجبه يا ساميه، ونحن مستعدين لها واستعداد تام والحمد لله. لا لا يا ابراهيم، ده ما استعداد، ده ما الاستعداد الدايرانا. انت عارفني انا مرة لساني طويل. اها، ما تقطع لي لساني قدام نسوان الحله. ايوه هاي، يعني انت بتخططي انه عرس بنتك ده يطلع يعني مبهرج مثلا كده يعني؟ اكيد احسن عرس في الحله ده عمل يكون عرس بنتي انا. من وين يا حسره؟ من وين؟ ايوه منك انت ده. ليه؟ ايوه منك انت ده. تعمل كيف البيت انت بتعمل لها 200 بنتك دي؟ تعمل لها 200 كم؟ ما عملت لها الليله ده يومك، الليله ده يوم وقفتك. انا بعمل لها في حدود المعقول. بعمل لها في حدود المعقول. لا 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 داير تفضحني. عاد كان كدم عن النسوان، ما اقول شنو يا اخوي. لا افضحك؟ هاي والله دي فضيحه. انا ما داير عرس مبشتن، انا داير عرس عرس. خلاص تمي من حق الراجل اللي بيجيبه لك ده، راجل بنتك. وانت جبت لي راجل؟ كيف الكلام ده؟ حي انتوا ما قطعتوا لساني، انتوا ما خليتوني خديت في قلبي ده حجر. جبت لي راجل انت؟ الراجل ما وقع لي في الواطه، ما جات امه جاتني تجيب لي موظف. انا بفتش للراجل اللي بيسترب بنتك، بفتش له في تفتيش انا. حتى جيتو سميره مالا؟ ها سميره مالا؟ سميره حبوبه، سميره الى الناس محبوبه، سميره القاريه، سميره الفاهمه، سميره انا دايره لها الراجل يا يابل عنده الريال وعنده الدولار والاسترليني. تجيب لي موظف يا ابراهيم، موظف يا ابراهيم. الموظف ده ما بيترقى، الموظف ده بيفضل ثابت في حتته لمتين. ما بيترقى للثانيه للثالثه لمتين لمتين كيف؟ لمتين بعد بيطيط بشط البيضه بالسوداء حتى يترقى كده. خلينا من موضوع ده واللي المعيشه بعدين عليه بنتك. هسه نحن في موضوع العرس ده. ايوه موضوع العرس ده، نحن انا داير استر بنتي. زي ما جبت لي الراجل التعبان ده انت تتحدحد كده، تبيع الوراق والقدامك تعمل لي عرس زي الناس يا اخوان. الله يطولك يا روح. يعني كيف يعني انا اجيب اقطع لحمي يعني؟ ما انت عارف البير وغطاه. شوف يا ابراهيم، الستر والفضيحه متباريات. عارف متباريات؟ عندك قطعه عرض. الله 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 الله، شايفك منشنه منشنه على قطعه الارض دار تبيعيها عشان تعرسي لبيتك وتتبوبري قدام النسوان. انا جبت لبيتي وانا ما جبت لبيتي يا ساميه، ما تستهدي بالله يا اخي. دي سميره، دي سميرة، لازم يجيبوا لها المعافي، لازم يجيبوا لها المعدوم. كان جبت لي الراجل المقطع ده تتم من عندك انت ده يا ابراهيم. انا الراجل ما عجبني،
من يوم جانبي قميصه للخطوبة، قميصه المحل في الداك، قميصه الرحي في داك، ما عجبني، ما سر بالي. ده ما عريس سميرة دايرة لحانة، ده ما عريس سميرة. خلاص أقول لك حاجة، حل وسط، نحن نقسم القطعة على اثنين ونبيع نصها، نعمل بيها الحاجات اللي انت دايرة، ما الحاجات كلها على شرط. لا 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 لا، القطعة كلها. العرس ده يا أخوي فيه كوفيرات وفيه صالات وفيه حنن وفيه فساتين زفاف، الراجل يتقطع كده وقال ما عنده تقطح. خلاص عليك الله بالمرة، بيعي معاه أمجاد، أمجاد حقتنا دي يا هل بتدخل لنا، بيعيها معاه، بيعيها معاه. والله يقول لك حاجة، أي هنا القطعة ما تمت وحاطلنا الأمجاد زادة نبيعها. أنت دار تجيب شنو؟ دار تجيب شنو؟ المعدوم، المعدوم في البلد ده لازم يجي لسميرة بيتي. فنان يعني؟ فنان ساكن، فنان بتسعة عشر مليون، هو فنان ساكن. أه. فنان مشهور، لازم يكون مشهور وكمان مشهور. ايوه، ما لي بجيب الفنان كل ما مشهور. أه. كل ما مشهور بتسعة وثمانية مليون. لا 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 لا، انت تجي تقول لي مشهور؟ يعني ده على الاقل داير له 28 مليون، الصاله داير لها 28 مليون. ونم مالو؟ أه؟ ونم مالو؟ الناس كلهم العرس سووها بالطريقه دي، نحن اقل منهم في شنو؟ العراس سواها بالطريقة دي. هاي. خلاص احنا نشوف المعقول ونعمله عشان نستر بيتنا كويس. يا اخي ما اجيب لك جبت المعقول دي يا اخي، ما معقول شنو؟ ما المعقول ده اجيب لك شنو؟ طيب لا 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 لا، لا. انا دايرة عرس بيتي ده يطلع احسن عرس في الحلة دي يا اخي، دي قسمتها. والراجل الجاه ده ما عنده قروش، انت دايرة كسر رقبة تكسر رقبتنا وتسقينا مخها عشان بيتك يعني؟ انت مستعجل مالك عليها سميرة؟ مالها الفاد عليها شنو؟ سميرة ما صغيرة، وقالوا بنت الرجال كل ما صبرت تجرت وكل ما بارت استخارت. يا بنت الناس طب طبطها سريح كده وكلفتها عليها شنو؟ يا بنت الناس عليها شنو؟ السترة واجبة، كلفتها عليها شنو؟ السترة واجبة، وده نصيبة، ودي قسمتها، واحسن ود البدري سمين يا اخي، يا اخي خارجة. لا 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 لا، مخارجة بالطريقة دي ما تنفع معي، ما تنفع معي المخارجة بالطريقة دي. دايرة بيها شنو؟ عرس العرس الصح. دايرة بيها شنو انتي؟ كيفين دايرة بيها شنو؟ دايرة بيها شنو؟ دايرة تخطيها صورة في البيت؟ وانت مستعجل عليها ليه شنو؟ مستعجل عليها، مستعجل عليها لانه انا يا سامية دايرة السترة، دايرة السترة ودايرة افضل مشاغلي، وعندها اخوان تانين دايرة افضل تربيتهم. يا اخي عليك الله، استهدي بالله يا اخي. يا اخي جننتني، السترة السترة السترة، يا تعمل عرس زي الناس يا السترة دي، انا ذاتها ما دايرها. اقول لك حاجة، هاي نبيع قطعة الارض. أه. نبيع قطعة الأرض، لكن اسمع يا سامي. ايوه ده الكلام، الكلام ده حتندمي عليه. أه؟ حتندمي عليه. بري ما بندم بعد، وحتحطيني انا في موقف حرج انا ما قدره. بري ما بندم بعد ما اعمل لبنتي ذاك يا العرس المبهرج، واقول كده يمشي في الحله اقدل، مالك داير تقطع كرائي وتقطع لساني قدام نسوان الحله. يعني انت الله يلاقين، يعني ديك سامي حس عليك الله حسل، في زول في الدنيا دي عرس قالوا جاب لنا اكل مقصر ولا جاب لنا حاجه مقصره؟ قالوا وحات الله سيدي قالوا، واتكلم فيها قدامك ادي وسمعت القطيعه باضانه. والله يا سامي اقول لك حاجه، اسي الكلام اللي بيقولوه بعد ما الناس تعرس. ها يقول لك عايشين كيف، بياكلوا شنو وبيشربوا شنو، وده الكلام اللي قاعد يتقال. انا مالي مالي، انا بعد لا 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 لا، انا بعد تمشي بيتها مالي مالا، تاكله تاكله، ياكل اللي بياكله ليه، لكن الكلام عندي العرس ده لازم يتعامل بالطريقه الدايرها انا. وانا عندي العرس ده لازم يتعامل بابسط الحاجات وابسط المكونات. دقيقه دقيقه، والستره واجبه. تعالي عليك، تعالي لي تعالي لي دقيقه، تعالي لي تعالي لي يا اختي، الرسول عليك ان اكلمك. اسمعي اسمعي. اها. يوم ذاك سعديه شفتي النسوان بيقطعوا فيها كيفي؟ ما اكلتنا وما شربتنا، وده عرس شنو ده؟ والتلتيك ده شنو؟ ومستعجلين ليه شنو؟ شمال في شمال. هاي شفتي الكلام ده؟ هادي دي شاهدة، هادي هادي تضحك عليه لا يوم الليلة، تضحك عليه سعدية لا يوم الليلة تضحك. يا بنت الناس، يا بنت الناس، أنا داير الحاجة اللي بنوفرها في العرس ده يعملوا بيها مشروع، وهم قاعدين في بيتهم، هم قاعدين في بيتهم يعملوا بها مشروع بدل ما نبعزقها في ساعتين. في ساعتين يا سامية يا اخي، ما تستهدي بالله. قلت لك ان شاء الله خمسة دقائق العرس يطلع. تحكي لي دقيقة، انا اشوف التومة ديك ورقة لي بهوك. دقيقة امشي للتومة، برا التومة برا لخمة معاك.
يا اخي صاله شنو يا اخي؟ ما ضروري صاله يا اخي، عليك الله يا بدر يا اخي، ما شبكنا صاله 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 يا اخي، البيت ده ماله يا اخي، مال البيت. لكن انت يا محمد اخوي اوريك حاجه، بتجيب معايا ولا ما بتجيب معايا؟ انا بقيف معاك، ما ادري نفسك، هسه انا ما واقف معاك، انت بكلامك ده واقف معايا من هسه، شبكتني صاله، الصاله شنو صاله شنو؟ ما في داعي لها، حجزتها. انت عندك مخدره ليها؟ انت حاجزها، انت بتدفع قروش ولا هي بتدفعها؟ يا محمد هاي. اسمع يا اخوي عن هنا، دار انا اقول لك كلام واضح هاي. وصريح واضح يا اخي، ده تحريني مع صاحباته اختارنا الصاله، قالوا الصاله عجبتن من الساعة مسكتك، من الساعة بدات تسمع كلامها ما طرطش، انت ما انتهيت خلاص ثاني، انتهيت كيف؟ ثاني عندك كلمه ولا تقدر تنضم؟ انت عندك مقدره فهمها قاعده قول لها حسب استطاعتي، انا دي استطاعتي، كانت دايراني مشارياني دي استطاعتي، انا بعمل عرسي في البيت لانه ما عندي قدره اجيب صاله، صاحباتها يطيرني يا حمد، عشان صاحباتها وعشان تتبوبر قدام صاحباتها وعشان تتمنجه قدام صاحباتها على حسابك انت يا محمد. ها؟ يا محمد انا قعدت معها قالت لي دي اول عرسه، انا داني عرس ثاني؟ لا وانت يعني ثاني عرسه؟ ما انت برضه اول عرسه يعني؟ ما طيب يا رجل اقف معاي؟ ها يعني اقف معاي يا محمد، انت اخويا الكبير واخويا الطويل في نفس اللحظه، اقف معاي؟ يا اخي لكن اخوك الطويل يجيب لك القروش من وين يا اخي؟ القصه دي ما دار قروش، دار امكانيات، انا اقف معاك ساي يعني بالكلام ولا كيف؟ يا اخي على اللي عندي دي اسلفني؟ يا اخي كلامك ده ما بيمشي معاي، كيف كلامك ده ما بيمشي معاي؟ قصه تاجر لك صاله وانت ما عندك قدره، وكمان جايب لك فنان كمان اختارته هي، اها الصاله دي صاحباتها، الفنان قالت لي ده فناني المفضل، اقول لها شنو؟ يعني انت هي تجيب فنان المفضل، انت تدفع القروش، وصاحباتها يختارن الصاله، وانت تدفع القروش، وانت شغلتك شنو قاعد تسوي شنو انت؟ وين اختيارك انت؟ وين شغلك انت؟ العرس ما كده، العرس ما دفع، انا كلمتك قلت لك شويه، قلت لك خش علي بنت الحلال، خش علي بنت الحلال، اها خشيت خش علي بنت الحلال باستطاعتك، بظروفك، بين عندك، ولا شنو يا اخوانا؟ هاي لكن يا محمد اخوي محمد عاري ناس محمد هاي. انا بقول لك كلام واضح يا محمد، بولو. انا مع اصحابي كلهم حرسوا ما خشوا في صالات، دارت اعمل لي صيوان جنب البيت ماله، يقولوا عليه شنو ماله؟ خطل عز والله العرس في البيت والله عز، هسه يجيك في بيتك يصلك في مكانك يصلك في دارك، ما خير من يلاقيك في حته ما معروفه وين، الناس شايلين تلفوناتهم، اي خش يمينك الصاله تلقاها فاتحه كده على الزلط بعد العماره الحمراء طوالي، الناس ليه يا اخي ما يجوا البيت ده ما معروف يا اخي، نحن بنوصف في الصالات محمد وانا قروش ما عندنا، ما انت لحد الان ما قادر تفهمني، ما قاعد تستوعب، انا افهم ليش شنو يا اخي؟ دين الله استيعاب، انت مش لاقي تباري البنات وتباري صاحباتها وتباري مرتك يا اخي، تقول لي ما قادر تستوعبني، استوعب لك شنو يا اخي؟ لا عندك شخصيه يا اخي، لا انا ما شخصيتي هذه، انا في البيت انا هذه شخصيتي، شخصيتك هذه هاي مهزوزه، شخصيتي دي هاي، شخصيتك دي مش شخصيه يا اخي، شوف لك شخصيه زي الناس عليك النبي يا اخي، دي الشخصيه دي شوف لا محمد علينا محمد، انت كلامك ده كلام زول ما داري اقف معاك يا اخي، اقف معاك قول لي هذه كده خدها لي، قول لي ما داري اقف معاك، اقف معاك في الغلط وانا غلط، ارسي غلط بتوري غلط، ارسي انا غلط، عندك استطاعه للصاله وعندك استطاعه للفنان حق مرتك المعجبه ده عندك للشايل، انا عليه الصاله انت عليك الفنان ليه؟ ها؟ غاسبنا شنو؟ الجابر شنو؟ القريشات اللي عندي وعندك ديل كان خليتها لبعد العرس، ما يستباها بيتك وما يستباها حالك، ما خير من يا خلا كريم الله الكارك. كريم بعد العرس الله كريم، نعم أب بنعيش، نعم. في زول العيشه غلبته بعد الله العرس كريم. لكن الله كريم، لكن الله قال لك الناس ما بيتكلموا في العيشه، الله قال لك خذ احتياطي لرقبتك، ما قال لك بعزق اللي عندك وبعدين ثاني قول الله كريم، لا ما تمام، لا يعني الكلام التمام كلامك انت، نعمل خيمه قدام البيت، انت مشكلتك صاحباتها ما شفتيه ايه بلي، نحن ما له حبوباتنا وجدودنا واهلنا كلهم، ما هي زي بنعمل الصيوان قدام بيته والناس كلها بتجي، ما له دي جاي جديده، ذات الحركات دي جاي جديده، وبعدين قال انا ما عندي مانع، الناس يعرسوا في صاله يجيبوا فنان، ده كله انا ما عندي مشكله، لكن كل زول حسب استطاعته، انا ما بباري الزول الثاني هذاك فلان ده غنيان، فلان ده غنيان دفع بالدولار وجاب عربيه وجاب الشيله وعمل عرس في صاله وجاب الفنان الفرتكاني وجاب الفنان المشهور عنده قروش، انا اباريه ليش؟ انا ما عندي قروش، ما كل زول حسب ظروفه، كيف ما عندك؟ دي من دي انا بسميها زوغه، دار تزوغ مني انا، دي زوغه دي ما زوغه ما بقروشك، انا شايفها ما واجب هاي هاي
هذا كيف كيف ما زاغته؟ والله ما زغته. كيف ما زاغ؟ والله ما زاغ الزول هذا روي يا اخي. والله كلامك صح. هاي كلامك صح. كلامه صح؟ يعني انا ما 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 اسوي عرس في صاله، ما اجيب فنان ما يضحكوا عليه اصحابي وصحبات العروس يضحكون عليه يقولن ما قدر. ده كلام صح؟ يعني اعمل لي خيمه جنب البيت. ده من طقس من رجولتك يعني؟ ها؟ يعني الزول الفقر عيب يعني؟ انا ما اديت كلمه. أنا كلمتي ما برجع فيها. لا أنا اديت كلمة قلتها في الصالة، قلت له خلاص. اسمع يا بدر الدين أنا أكلمك. آه. ما تسمع لي كلام محمد ده. خذ. تسوي العرس في الإناي الصيوان جنب البيت. أي. أصبح عرس وأنا بديك ده انتهى زمان الصيوان جنب البيت. هات اسم الله، أنت كان بمراضك البيكا ذاته يأجروا لي صالة هناك ويجيبوا فيه الطباخين ويجيبوا فيه. اسمع يا محمد أنا أكلمك. هاي انا اكلمك اليومين دي كتاحه جايبه يا اخوي. هاي صح. البيت بعد ما يابا ميزوها وهندسوها في الكوفير. نعم. تجي الكتاحه ولا صوف فيها مطره تبوظ لها مكياجه ولا المكياج هنا يا صاله دي صاله مكيفه وسمح لها. ده انت كتح. ده انت كتح يرسيها حبه. لا لا لا. ها؟ ما بتجي الحبه. كيف ما بتجي؟ في الصاله المطره جات ولا الهبوب تخش البيت، المشكله شنو يعني؟ تخش البيت كيف يعني؟ ما. لا تخش البيت؟ احنا من زمان تعرسنا تعرسنا. وعليكم ورحمه الله. عليكم السلام. كيف حالك؟ مرحبا. الله يبارك فيك. كيف حالك؟ الله يسلمك. الحمد لله. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. بتجدع اولادك بيخليها ولا انا؟ بتجدع اولادك؟ ما عندي كلام مهم داير اقوله للجماعه. كلام مهم شنو يا اخي؟ انت ما عندك عرس بنتك. داير اوعيهم. ما عندك عرس بنتك. ما داير اوريهم العرس كيف والنظام كيف في العرس. تتحاومي في الحله وتتبوبري وانا حاعمل وانا ما حاعمل. انت قال لك الكلام ما طقش اضاني؟ الحله دي ما بتجيب الاخبار. يا عم ابراهيم انت اصبري لي اصبري لي لما نصل البيت اصبري لي يا عم ابراهيم. عندهم عرس. انا كلامي ما معك انت، انا بتكلم مع الناس الكبار. لما نجي اتكلم بتكلم مع الناس الكبار، ما جارين ورا البنات وجارين ورا الهناي. اسمعني انت كده كويس كده كويس. عرس بنتي هاي وعرس اخوك اديله هذا. هاي تعال الاثنين نعمله سوا. ايوه والله كريم. هاي يمين الله عرس بنتي ما تعمل ولا اخوك الهناي تعمل عرس بنتي. يعني كده ساكت مع عريسون بنتي؟ انا عريس سعيد بنتي عامل عريس براها في صالة. احنا زول؟ لا ما اقصد يعني الجيران يعني والناس وكده. ما انا؟ لا ما قصرنا في شنو؟ لا ما قصرت. شايف علينا شنو؟ شفت فينا عيبه ولا شفت فينا حاجه غلط؟ قصرتوا. قصرنا في شنو؟ قلت داير تسوي العرس في البيت. ما سويه ماله؟ بري ده تقصير؟ بري ده في رايك انت تقصير عليك الله؟ ما بتخجلي؟ يا اخي ما تلي مرتك دي يا اخي تخلطني مسافر شارع يا اخي عذبتني عذاب عذبتني عذاب. ده شنو يا اخي؟ عذبتني لكن اقول لك حاجه؟ في الصالة دي معاها حق. ليه؟ معاها حق والله. ليه معاها حق؟ يا اخي غلبة ساي في البيت. كيف؟ يا زول كسر يا سلام كسر صحون. شفته؟ شفته؟ ده الكلام ده المنطق. خد دي العرفة. بس على قلبه بس يا هو كلمه ده سبب. كلمه يا هو ده سببك؟ ها؟ هو ده سببك يعني؟ أول حاجة الناس في البيوت يا هناي الناس بقت ماما واحد. الناس بقت تعمل حاجات يا أخي في البيوت يا أخي. سرقات بتحصل سرقات موبايلات وناي. احسن الناس تكون في الصاله. اي زول يكون حريص على حياته شايله في يده. ما ضارب اي زول ضارب على حياته. السرقه دي ما من الله خلق الدنيا. اها جيت لكم نفسي من ناس بتول. ناس بتول قال لك الساعه المرق على الخيمه وجات داخله بعد الحفله لقيت لك بيت ده نظيف الحراميه عدموها دي ولعب. اها يعني شنو؟ بقول لكم مشيتوا الصالة. أها. مرقتكم كذي. الحرامية وقفوا عربيتهم كذي. شالوا البيت كله ومشوا. أها. ما لا لا يا أخو. لا لا. لما نمشي الصالة بقفل بيتي وبجيب لي زول من الناس الكبار قلت له سرير برا يقعد في هنا في الحوش. بقفل البيت. بأجر زول عديل يجي. والله أنا خايف على زول الكبير الخاتق قدام يسرقوه ذاته. أسي أنا ماشي السوق الولد ده قال لي ما بحضر عرس أختي إلا تجيبوا لي بدلتين، بدلة للحنة وبدلة للنادي. العريس؟ أي الولد ده العريس شنو؟ أها الولد ده الولد ده الولد ده زي العريس داير بدلتين. أنت بدلة شنو دايرة؟ بدلة شنو؟ أسي دي موعد بدلة؟ ما عندك لبسة هناك ما تلبسها حق الطريق؟ والله إلا وطنها حر أنت ما تلبس فنيتك دي ما أنا ما لا 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 ما بلبس فنيتك. لا عليك الله بعد تلبس البدلة قول لي خلاص أنا شفت لي عروس بعد ده. بدلة شنو بتعرف مين المغرب بتنوم؟ واقول لك حاجه انت معايا انا ده قاعد في البيت ما ماشي الحفله. انت ذاتك تلبس بدله وتحرمي. اها اوعك تجيني بالجلابيه وبصلعتك دي اوعك. انا؟ اي بتتبري مني يا سامية؟ اوعك تجيني بصلعتك دي ولا
لابس للجلابيه بتتبري من يا ثانيه لفرصه نقعد كده يا يمه في الصاله ونستقبل الناس الجايين. اهلا وسهلا العقبال عندكم الله يبارك فيك. ايوه كده بتتبري مني يا ساميه؟ والله ما بتبريني بجلابيتك دي. اها عرس عرس سكيتي ساي سكيتي انا اوريك سكيتي عرس العرس حق بنتك ده حيطلع سكيتي. اقول لك حاجه أي. انا ماشي حالي انا ماشي حالي ماشي حالي امشي 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 العرس ده حيبدا ساي. لا ابراهيم انت خد بالك عشان كلام فارغ زي ده. عقد وامسك الراي مرته في يده وخليه بعد ذاك يمشي. انا ما عندي اي حفله لا. ما عندي اي صاله ما عندي اي كلام فارغ. اما كلام فارغ انا امشي انا امشي البس لي صلعه عشان بدله بدله بس لك بدله بدله عشان صلعتي عشان صلعتك تتغطى. لا مستحيل الكلام ده يحصل. لا وصلعتك دي ذاتها خير تلبس الجلابيه وتلبس معاها عمه عشان تغطيها هي ذاتها ما بتفهم البدلة ذاتها هاي تلبس معاها شنو تلبس لك كسكتة يا زول. انا داير لي سبب داير لي سبب آه بس خلاص انت قال لك انا حرقاني الصلعة أه. ولا حرقاني البدلة أه. انا حارقني العرس هاي والله هاي العرس المجغمز ده والله العرس بتاع البوبار ده هاي والله بتاع بوبار والله يا اخي نحن ماسكين لنا في حاجات بس عشان فلانة ديك تشوفني وعشان فلانة ديك ما تقول وعشان فلانة ديك لا سي انا اروح خليت واقف ساي انا آه خليك انا كانه ما عريس انت ما عريس انا مسحت بيا الوضع يا اخي انت طيب انا صلحتيها مع عرسي عملت عليك شنو طيب؟ اول حاجة امشي اعمل لك شخصية ها؟ امشي على المرا اقول لها اسمعي هنا انا حسب قدرتي العرس يتعمل في البيت قروش الصاله دي نستفيد منها لقدام. نحن المساله ما عندنا موضوع قروش لكن نحن ما بنتبابر في الفاضي ساكن ده اخر كلام عندي وكان ما عاجبك اخوي خلي العرس ذاته ودعتك الله. اها وين الشخصيه؟ ها وين الشخصيه؟ الشخصيه بدون بدون اخو بتنفع ما الاخو لازم يكون واقف معاك معناته الشخصيه عنده هسه شخصيتك شاله ومرق بيها. اها انت الكلام ده بيرضيك؟ انت مشاريعك اللي كنت بتخطط فيها وبتقول لي فيها مشاريعك دي بعد العرس هاي القروش دي ما توفرها. اعمل مشاريعك اعمل حاجاتك بعد شويه بيجيب لك اولاد بيكونوا دايرين يلقوا قدامهم حاجه. اسمعني يا ابراهيم ما بسمعك انت كلامك كله اشتر يا اخي كلامك اشتر يا اخي. انا اشتر؟ هاي اخوك الكبير ما قادر تسمع كلامه. انا ما بعرف ذاتي ما والله العظيم ايوه ايوه البيت قالت لي عمري حلو كبير كبير شنو يا اخي عليك الله يا اخي احنا ما تمشي يا اخي ما تعقل يا اخي. انا ما بخليها ما بخليها انا لو اتسلف لو ادين صاله فنان كبير ما عجبه ما عجبه هذا الكلام ده صح؟ طبعا العرس الدارين امة البنات يعني هو اللي خلاني لسه الواحد قاعد عازف في سن 28 و29 سنه. كل ما بسطوا العرس كل ما كان الاقبال على الزواج اكبر من قبل الشباب اذا كان ورغم فرص العمل الغير متوفره في السودان لكن الواحد بيجتهد بقدر الحاجه اللي فيه ممكن يعرس بعد ده يعني. المفروض يعني والله زي ما بيقولوا الحاجه البسيطه ذاتها فيها البركه وكده وعرس يكون عرس البساطه وتزوجوا فقراء يغنيكم الله ان شاء الله. بصراحه والله يعني الظاهره بتاعت عرس البوبار ده انتشرت بطريقه يعني مخيفه جدا جدا وتكاليفه اكثر من لحظاته. نعم هو فرح وهو لحظات يعني اي زول بيتمناها وهي يعني زي ما بيقولوا ليله في العمر لكن ليله مكلفه جدا. الزول يحسب تبعياتها ما بعد الليله دي حيحصل شنو؟ منو اللي بيكون مديون؟ الناس دي بيرقصوا وبياكلوا بفوتوك الساعه 11 جات ناس البوليس بيجوا بفرتقوا الحفله دي الناس دي كلهم بيفوتوك وانت براك بتبقى تحسب عليه القسم المره دي ما بيشوف ذاته. الباقي ليه كده؟ حق السيرة ما دفعته، حق الفنان ما دفعته، حق الصالة ما دفعته. في النهاية حتقوم احتمال تخسر مع المرأة دي وتطلقها، تكون خسرت العرس وبقيت مديون. هذه المسرحية والله تمثل يعني مشاكل الشعب السوداني. تشكل عادات وتقاليد الشعب السوداني الضارة بالمجتمع. والشريعة يعني فتحت الباب واسع. أمام الزواج وسهلت من الزواج وضيقت الطلاق والليلة بنلقى الطلاق سهل يعني أقل حاجة ممكن الواحد يقول لزوجته أنت طالق لكن الزواج بقى شنو صعب عشان كده ده اللي خلى الشباب يعني يعزفوا عن شنو عن الزواج التكاليف الباهرة الما عندها معنى يعني لو بديناها ما بنقدر ذاته نحن ناخذها من وين نمسكها من قولة خير ولا نمسكها بالصاله ولا نمسكها حتى العقد، العقد ذاته بيقوا الناس بيختاروا مسجد معين،
يعني يقول لك العقد عند الشيخ الفلاني وعن المسجد الفلاني وكلام بالطريقه دي كلها عادات ضاره يا جماعه بالمجتمع. والكلام ده كله اللي بيجيبه شنو؟ لانه الوازع الديني ما موجود. الوازع الديني في الناس ما موجود. الرسول صلى الله عليه وسلم زوج زول، ها؟ زول بقران بس. جاء الرجل والرسول صلى الله عليه وسلم قال له التمس ولو خاتما من حديد. امشي شوف لك خاتم من حديد جيبه عشان ازوجك. الرجل مشى فتش بحث خاتم من حديد ما لقاه وزوجه. حس الليله تجي تقول لزول يا اخي انا اديتك بنتي يا اخي جيب لك خاتم من حديد ولا بس بقران، ما بيقبلوا لك كلام زي ده. لانه دي كلها عادات ضاره بالمجتمع. الصاله ما عندها معنى، الفنان ما عنده معنى، الكلام الفارغ اللي بيحصل ده كويس. يعني الصاله شنو والحفله شنو؟ يمكن انا اشيل سوق عروسي وافوت اعمل حفله بسيطه في البيت مع ناس الاسره وكويس وخلاص وانتهى. يعني ما في داعي للاسراف وللبذل. يا بدر. ايوه معاك. اها الامور كيف؟ الامور تمام 100 100. والله يا اخي دي مسائل صعبه. يعني انا التجارب السابقه في الحفلات دي انا اذتني اذى شديد جدا. يعني انت سيبها جاي متوقع، يعني قلت لي خلاص الموضوع ده منتهي. اتصل هنا تقول لي انا التجارب. لكن انت لو راجعت الحاجات اللي حصلت في الحفلات اللي فاتت بتامن براك، يعني براك بتعرف انه الحاصل شنو. مثلا هاي يعني عندك الاولاد اللي بيمشوا يتخفصوا على الخور ديل. اها بيمشي الواحد يضرب له حاجه. هاي ها هاي الواحد يضرب له حاجه. هاي ويجي يبوظ عليك الحفله. يعني برا شغل شكلك في نظام. انا عندي فريدي كلهم قالوا بيجوا وبضيفوا بيعملوا ستار ما بدل بيخشوا جوا. اها النظام ده ذاته ياهول بيجيب المشاكل. كيف حجز لك ناس كده وقول لهم يا اخواننا ما تخشوا وانت عامل لي حفله وهيلمانه ورقيص وغنى صح؟ انا كلمتهم قلت لهم ما في زول يدفن زول. الزول اللي لقيتوه يعني براو كده جاي يعني مفندر براو كده ده بس يقرصوه قرصه بس كده. يا ابو شباب لو سمحت يا ابو شباب كده يعني الموضوع بينتهي. اه لو سمحت معاه عفصه. معاه عفصه عشان يعرف يتاكد انه الحفله دي محروسه. وطيب الناس الماسكين العصايه دي اللي بيعملوا للناس زي كده ها؟ بيعملوا لهم كده زحوا ورا زحوا ورا. لا لا دول ما معانا دول ما معانا دول ما معانا. ها؟ شنو؟ الذي 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 من حقك؟ ما لكن ما الحفلة حقتنا. الحفلة حقتك لكن ما من حقك تلزز. انت جاي هنا معزوم معانا صح؟ معزوم هاي. اها ودارت شاكلنا في حتتنا؟ مشاكلك هاي. ها؟ مشاكلك. اها شوف زي ده. ها؟ انت لازم عليك قلت لك انا بس كده بس انت ما لازم واضحة كده. ده ما من حقه يا اخي ده من حقه. ها؟ من حقه يجيب ويستمتع بالحفلة دي ومن حقه يرقص صح؟ المعزوم ما بيعمل شكله. المعزوم ما بيعمل شكله. والله يا اقول لك حاجه يا ناس كان حقرتني. هاي يعني اللي بعملها معاك وما معزوم. ما معزوم وتعملها معاي تخرب حفلتي. والله معزوم ما معزوم الشكله بتقوم. طيب اقول لك حاجه الشكله زادوا الحفله بدون شكله ما حلوه. عشان زادوا انا مداري امسك فرصه عشان امسك المايك. يا شباب لو سمعتوا الهدوء. الو الهدوء ارجع ورا حبه ارجع الهدوء يا كده. ده مفهوم غلط. الناس جايه تشارك ليها زول وتفرح معاه. حس تفرح عن كلمه تفرح. تفرح هاي يعني كلنا جايين فرحانين للعريس والعروس. في داعي للشكل اللي في النص الفرح دي. خليني اوريك حاجه النظام الديني لي وانا. والله يا هو مالك النظام اديك لو انت انت بشاكل ضلك بشاكل ضلك انت ضلي لو ما مشى معاي ما غلطان ضلي انا ضلي لو ما مشى معاي ما عارفين انا حدا عارفين انا دغري ما داير لولو ارجعوا اقعدوا ارقصوا بس موضوع انت خلاص اعملها في الصاله. اعملها في الصاله عشان انا اكون ما مسؤول من هنا من الحياة اللي بتحصل في البيت.
طب بيحصل شنو يعني؟ اللي بيحصل شنو؟ بتحصل سرقات قلت لك، بتحصل مشاكل، بتحصل حاجات كثيرة جدا يا أخي. هذه أخبار دي ورطة شنانة يا إبراهيم، دي ورطة شنانة يا إبراهيم. دي شرطة الصيوان من البداية للنهاية. واحد بيكسر الكرسي. هاي يكسر عشان قاعد ورا. وفي ناس ورا بيطلعوا في الكراسي وشغالين. وشفت الهجرة دي؟ الهجرة دي تخلي لك الكرسي والعيوة الأربعة مفتوحات. لا يعني إبراهيم أجيك 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 دي كلها في الكراسي؟ أيوة في الكراسي. في الكراسي يجقجقوا في الكراسي فوق. يا اخي الحفله دي ما نظام يا اخي. الناس بتتنظم بتترتب في موسيقى يا اخي. اسمع الموسيقى يا اخي وخليها هي ترتبك يا اخي، بدل ما انت تكون تجوط لا نسمع موسيقى ولا رحله ذات نستمتع بفنان ولا نفرح مع العروس ولا العريس. والله دي ورطه. انت شايف شنو؟ انا قلت لك بنظم، قلت لي ما بينفع. انا شايف اللي بيتعامل ده غلط. اللي بيتعامل ده غلط. السلام عليكم. وعليكم السلام. عاد الليله يا ابراهيم. انا ما تغيرت. كيف؟ انا ما نسوان الحله. اها. عملوا جمعيه بتاعت محاربه العادات الضاره في الاعراس والمآتم. ده الكلام المفيد، ده الكلام اللي بيجيب نتيجه. ايوه. وانا ما بقيت عضو. ايوه. انا بقيت عضو في الجمعيه دي. وطلعت كل السلبيات اللي في الاعراس؟ والله يا ابراهيم. اللي قلت لك روحي انا الغلط راكبني من راسي لساسي، كل غلط في غلط. والله ده اجمل صح. كونك انت تكتشفي غلطك، والله ده اجمل صح. انت عارف الحاجه دي عملناها من شنو؟ اها. فطور العريس ده. اي. مش حاجه كعبه؟ خالص. ومش فيه مزح شديد؟ انت تعالي فطور العريس ده فيه شنو؟ فطور العريس؟ اي. وضع علي وضع علي. الجداد. اها. يسووا زغني. أه. انت عارف؟ اي. خروف كامل شيء. يا اخي الاكل ده خليه ما بكلمك. الخروف ده محشي ولا ايه؟ الشربوت ده شفت الشربوت؟ الباغ الكبير القدر ده. ملانه شربوت متلجه لناس العريس. وتعال شوف يجيبوا لك ناس سلاح الموسيقى. الدفار مليان فطور العريس اشكال والوان ما بخلوا لك شيء. وبعد ذاك ما كويسه ما كويسه يعني. لا 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 كاتم ساي كاتم يعني. لا 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 ما فيش. انت ده متاكده منه ده العريس ولا فطور العريس؟ ده فطور العريس فوق جنس بحر رجع. وتعال شوف النسوان اللي بيمشوا للفطور. اي واحده من الحله قالوا لي للفطور من بدري تلبس توبه وتجي جاريه. جاريات ليش شنو؟ للهدايا. والله يا سلام. فلان داك فلان داك قالوا بدي ختم ذهب. وناس فلان ديلك بيجيبوا ثياب. وناس فلان ديل ما بعرفوا بسوي شنو. ويوم ذاك يا ابراهيم. النسوان ما مشوا كتار. ناس العريس متحرجوا الهدايا بقت ما قادرين. الساعه اللي شاكرا وتنافضا ويتلاوى في الهدايا. فضيحه فضيحه فضيحه. فطور العريس ده بيجيبوا العريس ولا العروس؟ فطور العريس؟ اي. تعمل ام العروس. ام العروس تودي لها ام العريس. كيف؟ ام العريس بتدي شنو؟ هدايا. ايوه ام العريس بتدي هدايا. ايوه. تقوم ام العريس تعجب الهدايا. ايوه. تقوم تديكم انتوا هدايا. ايوه. الهدايا تجيب هدايا. والله لو جمعوا فطورات العرسان دي كلهم والله العظيم ابنوا لنا 198 كوبري. صح والله كلامك. والله جد. نحن قلت لك العادات الضاره دي كلها خليناها لانه فيش يا ابراهيم. خلينا الحاجات دي كلها وبعدين السرقه دي انت متاكده انه النسوان ديل يا هم خلنا العادات اللي انت حسي بتقولي فيها دي؟ واقول لك حاجه يا ابراهيم. هاي. النسوان ديل حلفا غصم عليك دي في الجمعيه دي. حلفا؟ حلفا غصم. انت حلفتي معاي؟ انا ما حضرت الحلف. الله ما حضرت لكن بحلف بحلف والله بحلف معلوم. يعني انت ما دايره يجيبوا لك فطور؟ انا ما عرست بناس سافت وديت يا ما وديت فطرات دايره ذوق الفطور اللي بيجيبوا لي. خد اها فرج ذوق الفطور اللي بيجيبوا لي يا ابراهيم. يعني لا حلفتي لا شفتي الناس بيحلفوا؟ لا حلفوا هم حلفوا. حلفوا عرفتيهم كيف؟ انت ما حلفتي معاهم؟ قالوا لي حلفنا والله. قالوا لي حلفنا غصب. انت متاكده انه النسوان ديل والله حلفا والله؟ يا كده اقرصني انا في حلم ولا في علم؟ حلم شنو يا اخي؟ ما اقرصني ما بقرصك يا اخي. واضح. اها لا 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 ظاهر انه المساله دي والله يا اخي انا عايده. ولو اصلا في جمعيه زي دي
مش الجمعية نسوان والله انا انضم لها. والله اقول لك حاجه يا ابراهيم، هي عاده ضاره صراحه. اول حاجه الزوره دي خسرت في الفطور، ده خساره خساره مبالغه. ونمره اثنين بيتها يوم العرس السرق مره واحده. شفتها بيت منو؟ بيت السعديه. مشوا وين؟ السعديه. هاي والله بس شفتها مشوا الدكتور جات مسلح الموسيقى دي، بس قالوا طلعوا الفطور في الدفار والنسوان ركبه في الحفلات. الفطور دفار؟ دفار هو دفار ساي؟ دفار الكبير ده اسمه بسمو شنو؟ الكبير الجامبو بالجامبو. بعدين في غرفتين شطه خضراء. ها؟ في غرفتين شطه خضراء في الجامبو؟ ايوه وباغدكوا كويس؟ لا 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 يا اخي الفطور معنا، الفطور نجيض. اها اتفرج جيزان، الجيزان الكبير، الجيزان الكبير جداد، جيزان كبير شيق، جيزان فطير، جيزان شعيريه، جيزان سكسكانيه. يعني الشيله هاي اللي بتوديها انت بيجيبوا لك فطور. يعني تودينا الجدوى لك ويجيبوا لك، اذا جدوى لك ويجيبوا لك وانت تدفع تاني حقها. يا اخي اقول لك حاجه، يعني دي ابراهيم دي قصه والله قصه. ابراهيم ابراهيم تعال نقول، تعال نقول لك اوريك انا ما حلفت ليش نو. يا اخوي في هدايا، المره فاتت ادوني خاتم هاي، والمره تاني ادوني توب، يمكن المره جايه ادوني قويشه. يا اخوي مالي بحلف اسم الله وعارم روحي. هاي لكن انت يا انت يا انت في كم واحد ادوها خاتم، وفي كم واحد ادوها قويشه، وفي كم واحد ادوها كردان. ما قادرين الناس يا اخوي، قادرين ومستطيعين. والله اقول لك حاجه، نحن السبب. كيف؟ نحن السبب لانهم يطمعهم فينا زياده من اللزوم. انا ذاتي شفت الراجل اللي بيدفع للنسوان بعد ما يجيبوا لي الفطور، يا اخي ما يشتري لي واحد فول من الدكان يا اخي ويفطر يا اخي ويتابع يا اخي. يلي يا اخي ذهب ومصايب يا اخي، لكن احنا المصايب ما بتجينا من دي. اقول لك حاجه، ما تقولي لي اي حاجه. ما تقولي اي حاجه. طيب تنططي كده ولا ايه؟ انت يعني انا انت بتاعت فشخره. انت بتحل لي انا مخليه ثانيه فشخره. انا ما خليتها، لكن الفشخره خليتها. حد خليتيها؟ اي والله. تعال شوف قال حالته حل. اسمعي هنا ده اسمعي، نحن الجمعيه دي عاملين لنا بتاع العادات الضاريه دي، احنا عاملين لنا ونعرف عليها الطلاق. اي مره تخش فيها اقول لك حاجه، خيركم على اللي سمنا. اقول لك حاجه يا ابراهيم، اسمعوا كلامي الاثنين. عليكم والله، عليكم والله، البتاعه دي اعملوها بعد ما يفوت عرس ناس السايق، عشان عرس ناس السايق ده داري لي فيه غويشه الذهب يا اخواني، غويشه عرس ناس السايق. والله يا هو الله الموضوع ده خليه سايق علينا احنا بس. احنا كان ما عملناها هسي. نحن نصير نعملها في عرس السايق ده. قبل السايق. هاي. انا هسي همشي اعمل اجتماع للرجال كلهم. ايوه المواطنون الاعزاء. اجتماع مهم. هام جدا. ايوه المواطنون. يعلنوا رجال الحلة ان يكونوا جمعية ضد العادات الضارة في الأعراس. والما سمع يكلم السمع. أيها المواطنون الكرام، أنتم مدعوون اليوم أمام دكان حي أحمد لحضور اجتماع تكوين لجنة جمعية العادات الضارة للأعراس. ها معاجي حق المشنقة والمدفع. امسك. ابشر 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 ابشر. هاي ها 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 كجن. وانا ما في صوت. لكن بقي يا زلمة صوت صوت شنو؟ نركز 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 يا اخوانا. يا اخي بقي يا اخي. والله خير فطور العريس. ما في لعبة؟ ها؟ ما في لعبة قريب؟ لعبة قريب ما في؟ لعبة دربة شنو؟ هذا عشان انجلد. يا اخي نحن ساي فرحانين، ساي تقدر تنجلد؟ اقدر انجلد يا اخي، والله كمان انجلدت، والله زين ليش؟ احنا كمان انجلدت ما برتاح يا اخي. يا اخي دلوك هذه وكنت ادق كذي وانا انقص كذي. ها؟ والله كان كل نقزه بس لقيت فيها صوت ثاني ما داير حاجه. انت انت جبتك ده ما حقك وين الجلد ذاته؟ وين الجلد؟ الظهر ده ما اتحرد. الجلد ما اتعود خلاص. الظهر ده اتحرد. اتعود. اتهرد الظهر ده. اتهرد كله كله يا اخي. والله 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 انا بخاف عليك. انا والله في عرسك انت. انا في عرسك انت. انا ونايم نايم على بطني شهر. ليه طيب نايم؟ انا نايم على بطني. نايم شهر ليه؟ هاي من الجلد. انجلدت في؟ العرس ده. تعال تعال. جلدك جلدك. ها؟ تعال تعال. جلدته يا ابراهيم؟ اها اخوي.
هو حيكون زي الطالب لي كذا لا لا ما طالب قالوا لا تعرف انا اخوي والله انا ولا اجي طيمه ولا اجي طيمه ولا اجي طيمه ما اديك لي لا لا اجي طيمه شنو والله يخلي صوت الحكايه دي ما دين انت قاعد شنو يا زول هاي دين داك وش الحق داك البوليس امشي اشتكيني لما جاب لك انا زول لا انجل لك ثلاث عرسو وداري هاي هسه انا كان قلت الزول لا انجل ثلاث عرسو وسع ما انجل لي عليك الله يديمها فضيحه من عليك بالنسبه لي منو اقول لك كلام انا جل لك ذاتي ماني دايره ولا داير ولا بجي بدك انت زاد حسن شفتني انا اقول لك كلام دقيقه دقيقه اقول لك كلام رجال هاي انا بديك الصوت ثاني دقني لا يعني انتوا معاه يعني وشنو شغال له امشي 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 ليه انقلق عليك الله يرقص مع الحريم ها اخير يرقص مع الحريم الراجل بيفرزوه من الحريم ايشو لا اخر بين اخر ما في صوت اجيب يا اخي اجيب اجيب لا دقيقه 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 يعني خلاص يعني دي الرجاله لا اخير يقول يا سميه ويا ابتسام تعالوا نرقص معاي ها هذا زول راجل ده زول تمام انت ما تعمل كده تمام الواقع اوريك حاجه دار اقول لك حاجه تعال انا ذا بشوف 6-7 انفار قاعدين ينجلدوا في الدار صح ويا واحد بكب الدم من ظهره اي صح هو العرس كان ما فيه دم العرس هنا يلا السبعه انفار دين يا اخواننا في حاجه زي الايدز الايدز ده الصوت ده واحد انجلدوا به سبعه السبعه دين لو في واحد عنده ايدز ما بعاد الباقيين اها اها ما في حاجه ها الليل الدين هاي انا هنتكلم عن الدين الدين قال المراه ترقص في دارة ما قال المراه لا نحن نتكلم عن الجلد الصوت يعني مسكت شبطك 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 فات شبطك دا ما بينجرح بخير من ارقص من السر وسهيل اي لكن اوريك حياتي لكن ما عاد ضاره الكلام ده بيرضيك الجلد السبعه انفار ديل انجلدوا بصوت واحد ها ويشيل العدوى من ده ويرميها في ده ويرميها في ده وكلهم جلود مليانات دم ظهورهم مليانات دم ربنا الراس ربنا الاوراق والله بدون شيء بيجيك المرض هاي ابشر ابشر ايوه ابشر ابشر شكرا كلام كنت تقولوا لي زلمه ما عنده صوت كيف اولا انا الايدز ده عارفه اخوي وعارفه قلت لك انا انجلدت في ظهرك ده وعندك ايدز يجي جلد انا بالصوت الدم بيلاقي الدم عادي كويس كويس انك فاهم هنحدثك احدثني انا اخوي عندي صوتي حقي خاص بلاش اشتريته مخصوص امجد اشتريته مخصوص انجلد وانا واستلم صوتي وامجي على اهلي تجي اللعبه ثانيه اجيب صوتي انجلد به واشيله ما انجلد به صوت خذ شجعوك ايوه شوف شجعوك انجلده ها هوي انا ما اشوف اللعبه ما فيها دلوقه حاره ها ومبقى ما فيها صوت لا ومبقى ما فيها بندق دم عرس انت بتستفيد شنو انا بحط له دم عرس بتستفيد شنو اولا بس قولت كذب تك الخرطوشه ب 10 دقائق خل دين من واحد ها وكان جات للفنان هنا ما غدروا وكان جات لزول هنا ما يا مطمع يا مطمع وانت لزوم شنو ذاته يا مطمع لزوم شنو لزوم كيف ما الفرحه هذه معاداتنا بس الفرحه ولا حرب يا اخي دي معاداتنا يا اخي لا دي ما عادات انا عادات دي ما محمد اسمع عن هنا ده تهور ده تهور ده يا اخي عرس عرس دل دل ايوه حرب هاي يا ابراهيم بالمناسبه احنا حنعمل لك اجتماع خاص في الجمعيه اللي احنا حنعملها دي جمعيه شنو هاي لانه امثالك ديت كتار بالمناسبه امثالك ديت كتار في واحد يوم لاك جاي يعمل المسدس وهو ما بيعرف ليه يا اخي هل بيخليه تل 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 شوف كيف ما بيعرف ليه شافعين شافعين بس جايب له مسدس في الوطا يا اخي وكنت ما بيعرف ليه وجايب له مسدس ليش خلي ده خلي المسدس ضرب الخرطوش دل الفارغ جا واقع واقع طق وقع لحاج حليمه فيك راحه قالت لهم ده شنو دي طيقه غمره ماتت؟ هاي ما عندها سكري وعندها دغد هاي ما شافتها ما قتلت الرصاصه ماتت من الخلع ساي انت عامل الخلع عليه؟ هاي انت عامل الخلع عليه؟ دي ما حاجات نحن من ما قمنا اصلا بيسووها اول ما جاء الفرح العرس ده بس كدوا الملعاق ده كدوا الناس يو النسوان صخرة ابشر 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 الرجال بشروا مرق الصوت الناس ركزوا لت 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 كل زول اخذ له صوتين البندق مرقت تل 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 من فرحه وانت ما بتتطور؟ اتطور مش شوي يعني عشان عملها يدودك انت لازم تعملها يعني انا اخلي الجلد واخلي البندق يعني كده اتطورتها لانه ما منها فايده
ما منها فايده. انت تستفيد شنو؟ تطوير بلا جلد انا ماني دايره. ها؟ انا تطوير بلا جلد ماني دايره. تطوير بلا جلد؟ ايوه تطوير بلا بندق وانا ماني دايره. الله نحن نعمله لكم، نخلي صوتنا نعمله لكم. يعني ده شدت ما منغوص منه؟ انا شدت ما منغوص منه؟ خايف اقول له والله ادقك؟ ها؟ والله افرح اتكيف مني. اي ده حلو كيف ده؟ لنا نعمل له اجتماع برا. اي انا بس يعملوا اللعبه. اي وجيب لي زلي دقني، انا ما دار منك كل شيء. خذ تفرج ترابس في موجه واحده. طيب يا اخي انت ما تمش تندق بعيد وجينا مدقوق. اجيكم مدقوق. عليكم السلام. مرحب مرحب الحمد لله. مرحب ما طيب. مرحب مرحب والله مرحب حبابك. اصل عمي عارفه كويس. اي اخ بندق شنو ها؟ حرام يدق بندق وزاد يمشي معه. اها بس يجيب الصوت والله ما ينقل تمشي وين الزول. اقول لك كلام. جيب البندق خليني انا اشوف الطيران ده كيف. جيبوا لك. هاي جيب البندق. جيب البندق بعيد ما ابوه خطيه هناك. ابوك قاعد عليك الله مش ليه. قول له قال لك تعال عندنا جمعيه. عليك الله نادي. اقول له باجتماع. هاي بس الحاج احمد. هاي كلمه كلم مع الحاج احمد خليه يجينا هنا. هوي هاي قول الدقه دي. اها كان في النفسيات راقي جبناه. هاي عياد. هاي معليش. داري زوق. داري زوق. هاي داري زوق. هاي من البندق. هاي زعلت منه ساين. زعلت منه. لكن والله اقول لك حاجه كلامه صح وهو خايف عليك. يعني لما قال لك انت يا اخي البندقيه دي ما تضربها والله هو خايف عليك. خايف ما تتعوق. هاي اخواننا انا خلوني اشيلوا لنا زين البندق دي من معقوله ما لقيناه. ها؟ كيف؟ قالوا داري انت حلو. تعال كيف يعني؟ داري انت حلو. كيف ما داري كلام واضح. كلام واضح كيف؟ كلام واضح اصلا الدلوكه فيها صوت والراجل اللي ركز ودقيتوه صح؟ ما دقينا احنا ولا بندق يا اخي. احنا بندق. احنا بندق يا اخي. نزل انت مش ركزت جلدوه؟ خلاص تدوا الحقوا. انا عازله مو من كيف يا ولد. ما في عازيه الصوت ده ما في وازيه. قال لك منو ما في وازيه؟ من ابوه ينقط يا اخي تقول لي ما في وازيه. ايوه ينقط لكن من قمنا حتى ليزل قلت في الصوت ده ما شفناه. ها؟ وبعدين الناس اللي بيركزوا الناس اقرباء العريس ولاد عمه ولاد خواله اسره واحده. انت بتعرف كيف لكن يا ود الناس يا اسره 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 يعني انا يمكن اجي غريب. انا يمكن اجي غريب ومنجلد تنجلد انجلد معاهم. ها تنجلد اسره تنجلد والاسره العاده. انت ذاتك الاسره بتقدر تضمنها انه بيمشي وين وبيجي من وين وقاعد وين وبيعمل في شنو وبيشرب ولا ما بيشرب وده كله انت بتقدر تضمنه يا اخي؟ انت الراجل ده كم صوت؟ انا ما اديته صوت ولا قاعد ادي صوت. جلدت فيه. انا ما انجلدت. انا لسه داير عرس ثاني. ابو قبيل ده شلحتين. انجلد لي في عرسي وانا ما جلدته انا. وانا ما شلت صوت. انا لما كنت عريس ما شلت صوت. وقلت لهم صوت ده ما دايره نهائي. كويس؟ لكن في زول قاعد يجلد وهو انجلد معاه. أي. انا ما داير انا ما داير انا ما داير. الزمن ذاك انت خليت شيطان خليت. الزمن ذاك انت كنت برا السودان. برا السودان كنت برا السودان. لكن الصوت ما زال غايب. ها؟ الصوت ما زال غايب. بعد خلته انا رجعت. هسي تنجلد؟ الله هسي انت قد اللوكه وانجلي همشي 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 ده هسه انا قال لك ده طم من ده عنده الكلام ده صح. انا بنضم هاي لكن الجلي ده ما صح. انا لو جيت لقيتك بتنجلد في حفله بربطك الكار بدل الحمار تسوقني انا عايزك تسوق بدل الكار وانا صار عامل له الحمار. ايوه هاي ما الصوت عايز وجهه نظري. معلش ما مشكله. أنا في نظرتي دي تعتبر من العادات الضارة. التبشير بالسلاح والجلد بالصوت. الأمراض اللي انتشرت بتنتقل بالدم. الهباتايتس بي والإيدز. المجتمع محتاج لتوعية. يعني كثير الأمراض دي انتشرت والناس ما عارفة جاتهم كيف. فالمجتمع محتاج لتوعية. دي من العادات الضارة ومتمسكين بها. الجلد بالصوت هو نوع من الغيم. نوع من الغيم ومن الموروثات الخالدة مع بعض القبائل في السودان. ما ضارة؟ نعم نحن بنقول اليوم ضار لكن يعني برضو ما نحن ما بننكر برضو. طيب ما دام قلت اليوم ضار عندنا نعم. نافع صح؟ هو كناية عن الفروسية، كناية عن الإقدام، كناية عن الشجاعة. أيوة. فكله يحمل معاني سامية. فنحن يعني هذه موروثات يعني. مع الموضوع ده يستمر كويس يعني. والله يا اخي لا نحن ما بنقول انه الموضوع يستمر مثلا بصوره يعني في ناس طبعا بينجلدوا بصوره يعني ايوه صوره فظيعه شديد هو تعبير. يا اخي عندنا تقاليد هبطرش عندنا الكرم وعندنا الجود وعندنا حاجات كثيره تملى الدنيا دي كلها. ايش معنى يعني العادات والتقاليد والموروثات والغيام والعادات تكون في الصوت بس؟
ده كلام فارغ يا اخي. والجمعية دي لازم تقوم، يعني لازم تقوم. وانا كلمتك يا بدر الدين، لو داير تتخازل كلمني من حسا. انا ما بتخازل. ايوه انا عارفني ما متخازل ولا بتخازل. انا لا متخازل ولا بتخازل، لكن هلا نقول لهم شنو؟ نقول لهم شنو كيف؟ نقول لهم شنو؟ نقول لهم شنو كيف؟ كثير يعني الناس دي نجتمع بهم وحسي زي ما شفتها اراء من الحله، كلهم عندهم راي، لكن ما دارين يقولوا. الواحد بيشكل الصوت وما عارف له اي منافع، ما عارف له اي منفعه. الواحد بيشكل رسائل، ايه اللي عادات وايه اللي تقاليد؟ قلت لكم منو ذاته الرجاله دي كده يا اخي؟ الرجاله يا اخي في انك تكون ملتزم، مالي مركزك، تقول الكلمه الصح، تقول تكون ماسك بيتك، تكون كريم، تكون كريم، تكون مجواد. دي الرجاله، دي الرجاله. دق دق زول تقول لت لت ده راجل؟ معقوله؟ وتنجلد تتأذي انت بدون اي سبب. انا استفيد من عزيزتك دي شنو يا اخي؟ في عرسي يعني؟ انت حزيت ليه عرسي ده بقى؟ خلاص يعني؟ الموضوع ده غايم. الموضوع ده غايم. راجل؟ دار تثبت انك راجل؟ اي اثبتها بحاجة تانية. دي ما رجالة دي. جلد؟ الجلد ما رجالة. أنا بقول لك والجمعية لازم تقوم. جلد ما في يعني؟ الجلد؟ ما تعملوا تصاريح. ما تعملوا لنا التصاريح بعد شوية تقولوا عملنا تصريح. الزول ده عريس وديناه 10 جلدات. يوزعها ان شاء الله يوحد ثلاثة ثلاثة. انا عارف في ناس يجي بيا بحنسوك. لكن انت ما بتقدر تمسكهم. اها دي يحلوها كيف دي؟ ها نقول لهم شنو؟ نقول لهم اطلعوا برا الحلة؟ والله يا اخي احنا نكلم الناس اللي بيقدر يسمع ويستوعب كلامنا مرحب حبابه 10. اللي ما سمع كلامنا خلاص يفوت. انا ما عندي قضية. نحارب. الاجتماع بعد بكرة الساعة 6 مساء. يا اهل الحله امشي الفريق ده اكلمهم انا بمشي لك الفريق ده يا ناس الحله على الاجتماع هام هام يا ناس بي